السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل داء وله شفاء بآية القرآن العظيم. طهر قلبك بالكرسي وطرد الوسواس بالناس وقاف وتعلم العلوم بالفاتحة والنمل وتذكر ما تنساه بالعلق وواسي نفسك بالضحى واصبر على ألمك ونومك بالشر وتغلب على كسلك بالمزمل واهزم العين بالفلك والقلم وحارب السحر بطه والصافات وتحرر أسيرا بالأسرى وزد تحريرا بالفرقان والشعراء معها وأجلب الرحمات على قلبك بياسين وزد قوتك الروحية لمريم والرع وتغلب على الأرصاد بهود والنجم وتغلب على الساحر والجدال بالكهف وعش الواقع بيونس والأعراف ومعهما المرسلات والزاريات وابحث عن البركة بالبقرة وتعلم حاضرك ومستقبلك القريب إن شاء الله بآل عمران وزد توحيدا بالأنعام وتغلب على الفتن والشهوات والمس والشياطين بالنور والمؤمنون والبروج وحارب الشياطين بالفتح ومحمد والجن وادفع عنا كل أذى بالهمزة. وأتمنى من كل من يشاهدنا إن كان لم يشترك في القناة فليشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلوا كل جديد وادعموا الفيديو خلي غيركم يستفيد وشاركوا الفيديو. بارك الله فيكم وعليكم. وكل جميع العلاج في القناة وفي صندوق الوصف راح أضع لكم علاج المس والسحر وجميع العلاج بإذن الله تعالى وداخل القناة كل جديد من العلاج ومن أسرار آية القرآن العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.